اليمن، حيث دعت منظمة أطباء بلا حدود في بيان لها المجتمع الدولي إلى دعم القطاع الصحي المتدهور في البلاد، وذلك لمواجهة أي احتياجات طارئة. القطاع الصحي في اليمن يعاني تدهورا كبيرا زادت من حدته الحرب التي شهدتها البلاد مع استمرار سقوط العديد من المدنيين والجرحى وانتشار العديد من الأوبئة. منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة أوضحت في تقرير لها قبل أيام أن الوضع الصحي في البلاد بات أكثر تعقيدا مع استمرار تدهور النظام الصحي وضعف قدراته. معي للحديث حول هذا الموضوع رئيسة مؤسسات صوت التنموية الناشطة الحقوقية سماح الشغدري. نرحب بك في هذه الحلقة سماح من حقوق الناس الأمم المتحدة، التي تتحدث عن النقص الحاد في الكوادر الطبية والأدوية وضعف قدرات القطاع الصحي. برأيك ما هي مسؤولية الحكومة اليمنية ابتداء عن هذا النقص الشديد وهذا الشح في الأدوية الذي تعاني منه المستشفيات اليمنية؟ في الحقيقة أولا منظمة أطباء بلا حدود، دعني أنوه إلى أنها قد عملت بيان وخرجت من اليمن جراء القصف الذي تعرضت له لأكثر من مرة من قوى التحالف قبل أكثر من 4 أشهر، مع استمرار الحرب الداخلية وضربات قوات التحالف التي تستهدف المنشآت المدنية والمدنيين بالدرجة الأولى. الوضع الصحي تفاقم في اليمن وأصبح يعني في حالة يعني لا توصف من الضعف ومن البشاعة. الأوبئة منتشرة بشكل كبير، ليس فقط في منطقة الحديدة، بل في حجة، بل في صنعاء، بل في إب، بل في عدن ودمار وكثير من المناطق اليمنية. للأسف يعني الشعب اليمني ضحية الأطراف المتصارعة، سواء الحكومة التي يعني أثبتت فشلها للأسف الشديد في الآونة الأخيرة، لم تستطع أن تشيع حتى في المناطق المحررة التي سيطرت عليها. الأوبئة منتشرة في عدن، المجاري طافحة في الشوارع وتسبب الكثير من الأمراض. ولكن كيف الوضع في صنعاء؟ صنعاء خارج سيطرة الحكومة اليمنية. الوضع في صنعاء طبعا أكثر، الوضع في صنعاء لا يختلف عن عدن، لا يختلف عن عن عن, عن إب، ولكن أنا أتحدث عن المناطق المحررة التي يفترض أن تكون أكثر يعني أكثر تحسينا في أدائها. الأمراض منتشرة في عدن كما هي أيضا منتشرة في صنعاء، كما هي أيضا منتشرة في الحديدة، كما هي أيضا منتشرة في حجة. هناك أمراض غريبة ويعني غريبة الأطوار، حكت لي عنها إحدى الحقوقيات كانت في حجة أن بعض النساء يتورم جلدها ثم تخرج دودة من الجلد. طيب، عدد المشافي والمستوصفات التي ما زالت تعمل، المنظمة تتحدث عن أقل من النصف، عن 45% فقط منها ما زال عاملا على الأراضي اليمنية. وأقل للأسف، وأقل بشكل كبير، 45 يعتبر رقم كبير جدا في ظل الأوضاع المأساوية التي نعيشها. المنظمات مستهدفة من قبل ميليشيات الحوثي في الداخل وتمنعها من التحرك في المناطق المستهدفة مثل حجة مثلا، من عمل يعني مخيمات، من عمل من إعطاء مبالغ مالية للمتعاونين من أهالي المنطقة لكي يضطر أبناء هذه المناطق للذهاب إلى جبهات القتال، وأيضا مستهدفين من قبل الشرعية التي يعني مشروع أو يعني هدف صحة المواطن ومعيشته بعيدة عن يعني رؤيتها الحالية كل البعد. للأسف ليس فقط الحوثيين والحكومة، بل المنظمة، بل المجتمع المدني في مبادرة ولد الشيخ الأخيرة. يعني المبادرة كلها لا تتحدث إلا عن قوى الصراع. اليمنيين غائبين تماما عن هذه المبادرة، حقوقهم، معيشتهم، مآسيهم، جبر الضرر، تعويضهم، كل هذا غائب تماما. حياة المواطن ومأساته الإنسانية الذي يعيشها في داخل اليمن بعيدة كل البعد عن الحوثيين الذي يسيطرون في المناطق التي هم يعني مسيطرين عليها، أو عن الحكومة التي يفترض أن تبذل يعني أي مجهود. طيب ماذا عن الأمم المتحدة؟ عن الأمم المتحدة المفترض بأن هناك برنامج مساعدات لإغاثة المنكوبين في اليمن، هل هناك أي أثر لتلك المساعدات في صنعاء تحديداً؟ لا يوجد اي اثر.
فيديو يعني يذكر في صنعاء ليست المأساة كبيرة وشديدة مثل ما هي موجودة في الحديدة مثل ما هي موجودة في حجة. حجة والحديدة المأساة الإنسانية والصحية أكثر بشاعة وأكثر يعني ألم من ما هو في صنعاء. صنعاء في بعض المستشفيات لا زالت قائمة. أيضا الناس يستطيعوا أن يذهبوا إلى المستشفيات الخاصة لعلاج أنفسهم. الأمراض ليست منتشرة بذلك الشكل المرعب كما هي منتشرة في الحديدة وكما هي منتشرة في حجة. الأمم المتحدة يعني أنا أتصور المنظمات التي لا زالت تعمل داخل اليمن عملها محدود ومحصور ومحاصر بالميليشيات الحوثيين الذي يحاصروا عملها إلا إن دفعت لهم إتاوات وتحكموا في مسألة يعني تسيير المواد الغذائية. ماذا تقصدي بالنسبة للتحكم للمساعدات والمواد الغذائية؟ يعني هل يقوم الحوثيون بسرقة هذه المواد الغذائية أو توزيعها على أعوانهم؟ هذا إما هذا الجانب توزيعها على أعوانهم وإما أن يتم عرقلتها يعني من الوصول للفئات المستهدفة. حدثتني إحدى الزميلات كانت في حجة أن المنظمات المجتمع المدني التي تقوم بالعمل الإغاثية تواجه صعوبة شديدة لأنها حين تتنقل من منطقة لمنطقة يجب أن تأخذ تصريح من الحوثيين في كل تحرك تتحرك. أيضا هناك مبلغ مالي يعطى للأهالي لكي يتم تسيير مثلا المسح الميداني أو العملية الإغاثية. الحوثيين يرفضوا أن يتسلم الأهالي هذا المبلغ لكي يظلوا مضطرين وبحاجة المال لكي يذهب أبنائهم للقتال في ميادين في الجبهات وميادين القتال. حقيقة المواطن اليمني يعاني يعني من بشع كل الأطراف المتصارعة في الساحة سواء الحكومة الشرعية أو الحوثيين المسيطرين على المناطق الذي يعني في قبضتهم. أشكرك شكرا جزيلا رئيسة مؤسسة صوت التنموية.